السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة الحضور الكرام، ولأن هذه الندوة أو هذا الملتقى مسجل في برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، فيسعدني أن أرحب كالعادة بالسادة مشاهدي برنامج الأرض. أهلا بكم اليوم في ملتقى إنساني اقتصادي مجتمعي. نبدأ أيضا بالتوصية الكريمة التي جاءت في كتاب الله، وهو أمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف تبدأ الفرقة حضرات السادة المشاهدين والحضور الكرام؟ بمن يقف في هذا الركن المظلم الظالم، هو الشيطان الرجيم. فلنتفق جميعا على أن نطفئ جمرة عينيه الخبيثتين بملء فمنا ماء معطر بذكر الله، حتى نطفئ اليوم حسدا كاد أن يفرق رجال صناعة الزيتون في مصر. صناعة الزيتون في مصر حلقة مكينة اقتصادية مجتمعية، أساسها وعمادها الفلاح. ملتقانا اليوم ليس فيه مصالحة بما هو متعارف، لأننا إخوة متحابين نجتمع على كلمة الذكر الحكيم، نجتمع على كلمة العمار في الأرض، نجتمع على الزراعة، نجتمع على إنتاج الغذاء. لم نأتي اليوم لنتحدث عن مصدرين أو مصنعين، فأنا لست ضد رجال الأعمال، ودائما ما أقول رجال الأعمال في أي مجتمع هم القاطرات. اليوم جئنا لنسمع كيف نحسن إلى شجرة الزيتون. أصنعها في صلصة وأحطها في عبوة نظيفة وأعمل لها ليبل وأعمل لها براند، وبعدين أبيع بميد إن إيجيبت. كده أنا بجيب عملة صعبة، لكن بطريقتهم دي أنا بهدر شاء الفلاح وبهدر إنتاج زراعي، برميه برة، بدعم المستهلك الأجنبي على حساب المزارع. المزارع اللي النهاردة كلكم عارفين على الأقل سعر الكهرباء. أنا في سنة 2010 عندي بيرين كانت فاتورتهم الاثنين شهريا، الاثنين بيرين 85 حصان، يعني بيرين كبار جدا، كانت فاتورتهم الاثنين 4000 جنيه. النهاردة الشهر 70000 جنيه. 70 على 4 كم ضعف يا جماعة؟ دي تكلفة الكهرباء فقط لا غير. تكلفة السماد الدكتور صلاح قالها، وأنا أنا السنة اللي فاتت شاري الماب زي دلوقتي ب 17500 جنيه، النهاردة ب 73000 جنيه. ستريك أسيد معامل الإجهاد المحترم اللي كان ب 18 و 20000 النهاردة ب 80000 ومش لاقينه. مؤتمر امبارح في الفيوم كله علق على غلاء سعر البرميل، البرميل بقى ب 420 جنيه. طب وماله يا عم؟ ما انا شكرت البوتاسيوم بقت بكام؟ شكرت الماب بقت بكام؟ العامل الزراعي اجره بقى بكام؟ ولا ده مش في حساباتك؟ انا مالي انت بتعمل فيا ليه كده؟ ما تشتري مني ب 50 وتبيع ب 60، ولا انت لازم تشتري مني باقل من تكلفتي علشان تروح ترمي في دول هي قاعده وبتقول لك المصريين هم جايين يكسروا في بعض؟ الكلام ده لن نقبله. واذا كانوا عدد قليل واستثماراتهم كبيرة، فأنا عاوز أقول لكم الحقيقة أن استثماراتهم منين؟ استثماراتهم ما هي إلا قروض من مدخراتنا في البنوك المصرية، وعلينا جميعا أيضا المساندة في الاستثمار الأمثل والأحسن لمدخراتنا في البنوك. لو ما شغلوش مصانعهم صدقوني لغة العنجهية اللي انتوا شفتوها هو كده، وإن كان عاجبكم أعمل لك إيه؟ أنا ما نش عارف أبيعه، بقول له إن شاء الله عنك ما بعت. أنا الزيتون بتخزن، الأرض بتتسقع، لكن القروض لا بتتخزن ولا بتتسقع. القرض اللي يتخزن وتسقع هيغرقك، القرض اللي بيتخزن وبتسقع هيغرقك. لكن الزيتون فيه ثلاث حاجات: أول واحد ممكن يتخزن في برميل سنتين، ثانيا الأرض بتتسقع، باظ مني هتصل بجمعية خيرية تيجي تاخد زيتوني وخليك انت تغرق تحت قروضك، ونكشف كلنا اموالك جاية منين وبتعمل في المصريين ايه.
انا ما خلصتش النقاش مفتوح للساده المزارعين.